طول عمره زي الطير ما تعود عيشه، ساعة في عيشه وساعة في الطير. بيعشق العزوبية وبيحب الحب والعلاقات العاطفية الخفيفة، وبيعشق الستات لدرجة إنه كل ما يرتبط بواحدة منهم يخلع منها قبل الجواز على طول بكام يوم ويفركش الجواز والارتباط. كان هيتجوز النجمة الجميلة فايزة كمال، وحب النجمة المميزة نجلاء بدر رغم فرق السن اللي بينهم، وسابها قبل جوازهم بس بكام يوم. ولما اتجوز ست نوبية زيه فعلا انفصل عنها بعد 50 يوم من الجواز. فتعالوا معايا اعرفكم صندوق اسرار محمد منير العاطفي ايه هي، وايه قصة جوازه من ست نوبية، ومين هي، وليه سابها بعد الفترة القصيرة دي. تابعوا بقى معانا الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. طول عمر النجم الكبير محمد منير بيخاف من الارتباط، لدرجة انه رفض يتجوز الفنانة فايزة كمال بعد ما حصل كلام على جوازهم خلال اشتراكهم في مسرحية الملك هو الملك، واللي كانت سنة 1988. وفي اليوم ده حب مراد منير المخرج يعمل مقلب في الكينج محمد منير هو وصلاح السعدني، فراح مراد منير عشان يطلب ايد فايزة كمال لمحمد منير، وفعلا اعرض الموضوع على منير. استغرب يومها وقال ما ينفعش يا أخي، دي بنت ناس وأنا بتاع بنات. فراح عرض الموضوع على فايزة كمال فردت عليه وقالت هي كمان أنا بحب منير جدا كصديق وبحب صوته، لكن مش لدرجة إن أتجوزه. المضحك بقى أن بعد كده راحت فايزة كمال واتجوزت مراد منير، وقبل رحلها عن الحياة لما تعبت طلبت من جوزها أنها تشوف محمد منير، فاتصل جوزها المخرج محمد منير بيه وقالوا إن حالتها متأخرة وعايزة تشوفك. ساعتها قعد محمد منير يعيط في التليفون ووعده بأنه هيروح يشوفها، بس مرضيش يروح يشوفها وكمان ما حضرش العزاء. وفي سنة 1999 شاف محمد منير الفنانة نجلاء بدر خلال برنامج كانت مستضيفة فيه، وكانت لسه بتقدم برامج وحبها على طول، وكمان عطاها رقم وفضلوا يتواصلوا مع بعض وطلب يتجوزها. ولكن قبل الفرح بأيام خاف منير من خطوة الجواز وقال لها أنا حاسس إن هظلمك لأني أكبر منك ب20 سنة، وفركش الجوازة. وفي سنة 2014 بعد ما أعلن جوازه من سيدة نوبية عايشة في لندن اسمها داليا يوسف بتشتغل طبيبة بشرية في لندن، عاش معاها قصة حب وعمل لها فرح بسيط، ومرضيش يلبس بدلة فرح ولا رضيت العروسة تلبس فستان. وبعد 50 يوم بس أعلن انفصاله عنها ورفض يقول أسباب الانفصال، وقال إن دي أمور شخصية يحب يحتفظ بيها لنفسه. لكن ناس قريبين قوي من منير قالوا إن الخلافات اللي بينه وبين مراته حصلت بعد فرحهم على طول، وده اللي خلاها تسيب القاهرة وتسافر لندن بعد شهر بس من الفرح. قولوا لنا بقى أنتوا كمان رأيكم في التعليقات، ليه من وجهة نظركم بيرفض الكينج الارتباط؟